رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقرتنا في كلام في الميديا، وبنوصل دلوقتي لفقره ضيفنا النهارده منورنا استاذ محمد الشحات نائب رئيس تحرير اخبار الرياضه. مساء الفل على حضرتك. اهلا، مساء الخير عليكي وعلى جميع مشاهدينا، ونقول كل سنه وانتم طيبين لكل جموع الشعب المصري مسيحيين ومسلمين بمناسبه العام الميلادي الجديد وعيد الميلاد، وبنهني النادي الاهلي سلته سواء الرجال او السيدات. صحيح. على انجازهم الرائع اللي نتمنى ان هو يستثمر الموسم القادم في بطولات بقى افريقيا واستكمالا لهذه المسيره الناجحه ان شاء الله. طبعا هنتكلم النهارده عن النادي الاهلي، اكيد هنتكلم عن اللقاء اللي فات قصاد جيما الاثيوبي في اثيوبيا وتحديدا في اديس ابيبا، واللقاء القادم قصاد الداخليه. خلاص يمكن النادي الاهلي قفل الصفحه الافريقيه مؤقتا بعد لقاء جيما الاثيوبي، للاسف انتهى بهزيمه النادي الاهلي بهدف لا شيء، لكن طبعا في الاخر احنا وصلنا اللي احنا عايزينه وصعدنا للمرحله القادمه. ومن الواضح كده ان الفرق المصريه عندها مشاكل في افريقيا في الفتره دي، يعني احنا شفنا كمان الزمالك بيكسب هنا القطن 7 أهداف للا شيء، راح هناك اتغلب هدفين. هي المشكله الاساسيه ان هناك فرق جديده بتظهر في افريقيا. احنا كانت اسماء محصوره في فرق معبعينها، النهارده بتظهر فرق كتيره ما نعرفش عنها. صحيح. وده يتطلب الانديه الكبيره زي الاهلي والزمالك ان يبقى عندهم مراكز اعلاميه معلوماتيه على الفرقه دي، تدرس ان هي المتوقع هتقابل مين في الفرقه دي، فتشوف الفرقه دي وتشوف حتى لو ما قابلتهاش تبقى فائده ليها انها ممكن تستفيد. ممكن كمان الوجود معلومات عن فرق معينه في حتت كتير في افريقيا بيكون صعب، لان افريقيا برضو كلها مش متطوره. لا لا، في اماكن صعبه جدا في افريقيا. النهارده اصبحت المعلومات معروفه وموجوده والفرق دي موجوده، بس احنا عشان ما بنواجههاش بتبقى بالنسبه لنا غامضه. كان مهم جدا على الاهلي وهو طبعا بطل افريقيا وزعيم القاره ان هو يبقى عنده معلومات كافيه عن كل هذه الفرق. صحيح. موجود لانه هو متوقع ان يقابلها. طبعا المشكله الاساسيه ان الفرقه دي فجاه بتظهر، والاهلي اتعرض مره لكابوها ان هو خرج من دور ال 32 احد امام فريق مغمور. هو مغمور بالنسبه لنا، بس هو مش مغمور بالنسبه لدولته او بالنسبه، لان في بطولات على فكره بتعمل في شرق افريقيا وفي جنوب افريقيا، وفرق بطولات 4 5 دول بيعملوا بطولات مع بعض، وفرق كويسه بتشتغل. مهم جدا في المستقبل ان يبقى الاهلي عنده بيان كامل بكل الفرق الافريقيه أكيد اللي محتمل يقابلها في يوم الايام. طيب حضرتك من خلال متابعتك للقاء الذهاب هنا في برج العرب، شفت جيما الاثيوبي ازاي؟ شفته فريق ضعيف، واحنا يعني كان كل الكلام وقتها ان احنا وصلنا 9 مرات للشباك لكن ما قدرناش ان احنا نترجم الهجمات دي لاهداف، فكان كل التخيلات بتروح ان احنا الفريق الاقوى الاهم، يعني اللي عنده طبعا قدرات فنيه اكبر واعلى في الملعب. الكره الافريقيه حصل فيها تغير بين رهيب جدا. كان زمان بيلعبوا كره بعيدة تماما عن كرة القدم، النهارده احنا شفنا الفريق الاثيوبي فريق منظم جدا بيلعب كرة على الأرض، بينقل، يعني أنت لو تلاحظ إن كمية نقلاته على الأرض كانت كتيرة جدا. الكرة الأفريقية اتغيرت وده لازم ناخد بالنا منه، يعني إن احنا كنا الأول الفرق الأفريقية بتبقى يعني ضعيفة، لا فرق جيدة بيجيبوا مدربين كويسين عندهم عناصر كويسة. احنا شفنا إن في فرق لعبتها النهارده بتنافس في الدوريات الأوروبية أفريقية، يعني زي موريتانيا اللي صعدت لنهائيات كأس الأمم الأفريقية من خلال لعبة اللي بيلعب في تشيلسي. فبقى احنا المسائل اتغيرت واللعبة اتغيرت والعالم اتفتح، يعني العالم كان مغلق، النهاردة الفرق الأفريقية انفتحت والأندية الأفريقية انفتحت وبقى لها رعاة. يعني احنا شفنا فرق كتير جدا بترعاها شركات ضخمة جدا في أفريقيا، واعتقد ان ضروري جدا ان لازم نشوف يعني لازم ندرس الخريطه الجيده الافريقيه بشكل مختلف عن الشكل اللي احنا كنا، يعني ما نقعدش المفاجآت، لا لازم نبقى عارفين مين اللي موجود، مين الفرق اللي موجوده، الانديه اللي موجوده، اللعيبه نفسها اللي موجوده، لان انت ممكن تستفيدي على فكره، يعني ممكن يكون في نادي في لعيب جيد انت عايزه تجيبيه، لما تتابع النادي وتتابع لعيبته ممكن نستفيد بيه، ما بقاش بس ان احنا بنتعامل بس مع الفرق المعروفه او الفرق ذات الصيت اللي في افريقيا. طيب بمناسبه ان احنا بنتكلم عن افريقيا وعن اللعيبه الافارقه اللي ممكن يساعدوا منتخبات بلدهم، عايز اقول لكم بس ان نتيجه مباراه ليفربول ونيوكاسل
وصل 2-0، سجل محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول دلوقتي من ركله جزاء. طيب نرجع نتكلم عن النادي الاهلي، وعن قلنا هنقفل مؤقتا صفحه افريقيا ونروح للدوري المصري الممتاز والمباريات المؤجله. وطبعا النادي الاهلي عنده مباراه مؤجله من الاسبوع السادس في الدوري المصري الممتاز، صحيح، قصاد الداخليه يوم السبت القادم. شايف اللقاء ده ازاي؟ طبعا قد يكون لقاء الداخليه اللي جاء لقاء مفصلي بالنسبه للاهلي. ليه بقى؟ لانه الاهلي بدا يعود لقوته الضربه بعد الاصابات اللي احنا عايزين نتكلم عنها، ندينا وقت نتكلم فيها، احتمال يلعب علي معلول واحتمال يلعب احمد فتحي. فطبعا اعتقد ان الاهلي هيصل الى يناير وهتكون ان شاء الله قوته الضربه موجوده، ويبقى الراجل يجي على فريق يعني هو جاي، هو يعني هو ان شاء الله هيوصل يوم الجمعه، وهيدير ماتش يوم السبت، وهو راجل يعني طبعا، وده يعني يوريك درجه احترافيته يعني. يعني الراجل ما قالكيش انا هتفرج على المباراه من المدرجات، لا، هو هيتحمل المسؤوليه ويبقى موجود. عايزين نحيي محمد يوسف. طب هل ده منطقي؟ طبعا احنا في احتراف العازف بيمسك النوته ويروح عازف اللحن من غير ما حتى يكون عمل عليه بروفه يعني، مساله مختلفه يعني. عايزين نحيي محمد يوسف فعلا، اكيد طبعا، تحمل مسؤوليه في وقت عصيب. محمد يوسف مدرب يعني مدرب كبير، حقق مع الاهلي كثيرا، ويمكن اخر بطوله افريقيه حصل عليها النادي الاهلي ولم نسمع بالظبط، لم نسمع اي تبرم او اي اهداء يجب بل ان نحيي، بل بالعكس كان دايما تصريحاته انا تحت امر النادي في اي وقت وفي اي مكان، شيء هايل، فلازم نحيي محمد يوسف لانه تحمل مسؤوليه في وقت صعب جدا يعني. يعني فريق عنده 10 لعيبه مصابه، وده لازم يعني تدينا فرصه ان احنا نقول الاهلي لازم يعمل ايه عشان يعني يعالج المشكله دي. الاهلي المفروض يبقى عنده مركز طبي عالمي زي ما موجود في قطر هذا المركز، والاهلي يدرس الاسباب اللي بتؤدي لاصابات لعيبته بهذا الشكل. العشر سنين اللي فاتوا اكتر من 100 لاعب الاهلي تعرض لاصابات مختلفه. تشيلسي حصل له مشكله بهذا الشكل، عمل لجنه مهمه جدا من اطباء اصابات ملاعب، صحيح، ناس مسؤولة عن أرض الملعب، ناس مسؤولة عن اللياقة البدنية، ناس مسؤولة عن التغذية، وعادت اللجنة دي تدرس الأسباب اللي بتؤدي إلى الإصابات أو تكرر الإصابات. أكيد. واكتشفت أشياء كثيرة جدا، اكتشفت مشكلات في الملعب، اكتشفت مشكلات في الأحمال التدريبية، اكتشفت مشكلات في التغذية، صحيح، اكتشفت أشياء كثيرة جدا. فالأهلي لا يقل عن اللي احنا سامعينه كمان من امبارح للنهارده، ان لاسارتي طلب من النادي طبعا الاهلي ان يكون في وفد طبي يجي، وفد طبي عالمي يجي النادي الاهلي يعني ما بين كل فتره وتانية بشكل او بصفه دوريه، يتابع النادي الاهلي ويشوف المشاكل اللي جوه النادي الاهلي، ودايما يكون ملم باللي بيحصل ويقدر يعالج كل الاصابات بشكل اسرع بكتير من اللي احنا بنشوفه في الوقت. هذا الكلام اسعدني جدا، لانه لما يبقى مدير فني فاهم الدور ده يعني. المشكله كلها ان مدراءنا الفنيين في مصر كان بيعمل كل حاجه، حتى الاحمال هو اللي كان بيعمل بيحدد الاحمال للاعيبه. لا، هو الراجل فاهم، وهو حتى في المؤتمر الصحفي قال انا عارف ان الاهلي عنده مجموعه من الاصابات، وانا احط الموضوع ده في عين الاعتبار، صحيح. وكان اول رد فعله ان هو هيجيب الخبراء في المجال ده. يعني كانت في مشكله في مصر من السنوات اللي فاتت ان كانوا المسؤولين عن اصابات الملاعب ناس غير مؤهله، فممكن اللاعب يحصل له اصابه في الملعب فيجرى عليه بتاع اصابات الملاعب، ممكن يأذيه وهو بينقذه بيعالجه، صحيح. وعشان كده يعني فعلا احنا يعني لازم نشوف العالم بيمشي ازاي، يعني لازم العالم يشوف ازاي عشان نواكب التطور في الطب الرياضي. العلم يعني احنا لازم نقول العلم ده، لانه النهارده لما جون بقى تشيلسي خرجوا بالنتائج دي، قال لك ان كل لاعب المفروض يبقى له جرعات تدريبيه مختلفه عن الثاني، صحيح، الدرجات بتاعت اللعيبه كلها مش متساويه، أكيد. فمش ممكن أكيد انا دوار. انزل التدريب الفريق كله اتدرب بعد ما خلصوا يلا نمشي، لا، ده ممكن يجي مدرب الاحمال ياخد سين وصاد وعين من اللعيبه عشان يديهم اشياء اخرى هو محتاجها. فطبعا احنا محتاجين الاهلي لا يقل على فكره عن اي فريق عالمي، صحيح، عالمي في ده، ويبقى مركز يعني يتعمل مركز طبي عالمي في الاهلي لعلاج الاصابات دي، بدل ما احنا نودي المانيا، لا، احنا نعمل المركز ده هنا للاعيبتنا. الاهلي مشكلته الاساسيه مع اي فريق بيلعب معاه، كل اللعيبه بتشحن بطارياتها بطاقتها القصوى عشان تظهر نفسها، سواء تسوق نفسها او سواء تنتقل لفرق اخر، فاللعيب بيبقى عنده اكثر، فده بيعرض لعيب الاهلي لضغوط.
أضخم، فعشان كده الأهلي محتاج إن يهيئ لعبته ويكملها بكل الأسلحة إن هي تقدر تقاوم هذا الكلام ده. صحيح. بتكلموا على ضغط المباراة، ما هو صلاح لعب يوم السبت ويلعب يوم الاربعاء، يعني صحيح. مسألة مش يعني صحيح. يعني مش عايزين الموضوع ده مش عايزين مش عايزين دلوقتي او ما بقاش الناس شايفاه بنفس المجهود الكبير اللي كانوا بيشوفوه زمان، يعني بيقولوا زمان لا اكتر من ماتش في الاسبوع ما ينفعش وصعب ومجهود وكده، لا دلوقتي طبعا احنا بنشوف كل الفرق عالميا بيلعبوا ماتش يمكن يوم او يوم لا عادي، بيسافروا وتاني يوم بينزلوا يلعبوا. العلم يا استاذة شيمة والعلم اللي الناس بتشتغل بيه، احنا مش هنخترع، احنا هنشوف التجارب دي. الاهلي بيصفر ناس عشان يشوف التجارب الاداريه ويشوف التجارب الفنيه. شفنا كمان وفد من النادي الاهلي راح ريال مدريد قريب جدا، يصفروا بقى ناس بقى بتوع طب بقى وبتوع ملاعب، وشوفوا في مشكله، انا اعتقد ان في مشكله في ملعب السلام. ويمكن ده اللي طلبه لاسارتي وقال يا ريت تحطوا في عين الاعتبار تغيير ملعب السلام لملعب تاني، لان انا حاسس ان الملعب ده هو سبب اصابات الفريق. ليه بقى ملعب السلام ده كان الملعب الوحيد في مصر الترتان. فهل انا طبعا ما اعرفش هل هم لما جم يعيدوه بقى بيطلعوه يحولوه بقى لملعب طيني او نجيله، هل هم يعني عملوا له عمليه ازاله تمام للترتان ده؟ لان لو في بؤره يعني صلبه وجت رجل اللاعب عليها في مع اندفاع وجريته بتتعب الكل، يعني كل يعني جسمه كله يعني. فطبعا اتمنى ان ما يكون يعني يكون الملعب ما فيش فيه مشكله، علشان طبعا ده ملعب الاهلي الرسمي. شايفين ان بس احنا سامعين كمان في الفتره اللي جايه باذن الله نادي الاهلي هيبتدي ان هو ينقل مبارياته من ملعب السلام لملعب استاد القاهره باذن الله. استاد القاهره في مشكله، الشركه اللي هتشوف النجيله قالوا النجيله محتاجه 6 اشهر لانها معموله غلط، فلازم تشال كلها. لا حول ولا قوه الا بالله. فهي بصي مشكله مصر في ملاعبها. يعني احنا مش عايزين نتكلم بقى ان في ملاعب لا تصلح لكره القدم، وكانت سبب كتير قوي من اصابات الملاعب. فرصه جيده ان الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي لاعب كبير واكثر واحد بقى يقدر يعالج لنا المشكله دي، تعرض هو لاصابات كتيره جدا لانه لعب في ملاعب ما انزل الله بها من سلطان، فيقدر يقدم لنا روشتة يعني خبراته الكبيره اللي تكونت على مدى سنوات عمره كلاعب، يقدر يقول لنا بقى ايه المشكله. لو المشكله في الملعب نعرف الملاعب اللي نلعب عليها، لو المشكله في الاعداد البدني نعرف نعمل فيهم ايه، لو مشكله في التغذيه يعني طبعا. طب من وجهه نظر حضرتك شايف ايه السبب وراء الاصابات الكتير جدا اللي كانت في النادي الاهلي في الفتره الاخيره؟ يمكن الناس كانوا بيقولوا على النادي الاهلي مستشفى الاهلي. طبعا ما هي بقول لك انا ما هي كل الاسباب دي بتأدي، يعني هل هي احمال، هل هي ملاعب، هل هي تغذيه، هل هي عدم يعني هل 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 في مشكله في اعداد اللاعب نفسيا؟ ما هو اللاعب النهارده لو ما تمتش اعداده النفسي عشان يلعب المباراه ده ممكن في اي شيء تاني في جواه يوتره، بحيث ممكن الخوف يؤدي يعني لاصابه كتير كتير كتير. في لعيبه تحس ان هو مش عايز يعني. هل تعتقد ان وليد ازارو رجع زي ما كان وليد ازارو الموسم الماضي؟ في حاجه جوه الولد مخلياه حتى في التحاماته حتى في بس دي اكيد مشكله نفسيه، يمكن اتعرض لضغوطات كبيره جدا من جزء اخر نفسي مباراه في الدوري الافريقي. يعني كان وليد مشكلته الاساسيه انه عايز يبقى ضمن صفوف منتخب مغربي، بيحافظ على ده. لازم احنا يعني في حد معين موجود في الجهاز الفني بتاع علاجات الحاجات دي يبدا يتعامل، المفروض يكون في الجهاز الطبي في النادي الاهلي لازم معالج نفسي. لازم اصل المساله مش اصل المعالج النفسي ده مش مرض. ايوه طبعا مش مرض. يعني هو حتى المعالج النفسي ده لو قاعد مع لعيب وفضفض معاه واتكلم معاه وبتاع ممكن يعني يعمل يعني لان الطبيعي ان هم بيتعرضوا لمشاكل نفسيه طول الوقت، يعني اشخاص تحت الضوء طول الوقت، اخبارهم تحركاتهم يعني ايا كان اللي بيعملوه بيكون بيقابل انتقادات كتيره جدا، لو اخفقوا بيتحمل بيعملوا طبعا اعباء كبيره جدا من الجمهور، حتى لو كان الجمهور اللي بيساندهم في فتره بيتقلب عليهم في يوم من الايام، فالموضوع ده اكيد طبعا بيسبب لهم مشاكل نفسيه كتير بتبقى محتاجه لعلاج فوري بقى. بالظبط، لان هو الاهلي ده ما دي مشكله الاهلي ده مطلوب منه كده، يعني الاهلي مطلوب منه يبقى البطل ويبقى ياخد كل البطولات ده يعني عارفه شيء قدري يعني. فالشيء القدري كاداره لازم توفر بقى كل السبل للكلام ده. ممكن ما ياخدش البطولات كلها بس يبقى في حد يعني ما يقدرش يخرج خالي الوفاض من بس موسم. خليني اقول لحضرتك على حاجه، جمهور النادي الاهلي ما بيقبلش غير بالفوز. لا هو يعني لا الاهلي لا لو النهارده اداء الاهلي وبيأدي وبيعمل اللي عليه لا 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 هو مدرك
اذكى جمهور في الاهلي هو مش جمهور ممكن الاهلي أصلاً. عايز اقول لك على حاجه، وبعدين هو النادي الاهلي هو اللي عمل كده يعني. النادي الاهلي في اجيال طلعت ما بتشوفش غير ان الاهلي في بيكسب، مواسم الأهلي ففكره ان هو الاهلي بيكسب ده حقي مكتسب خلاص. لا انا ما اقدرش ان انا اتنازل عنه. ادى فيه وما خدش بطوله، والجماهير حيت لعبتها تحيه اكتر من ان هو كسب. لا ما فيش حد بيكسب كل شيء، عارف هذا الكلام. بس النهارده اصل الاهلي بيلعب في 4-5-6 بطولات في الموسم، فتخيلي بقى لو هو خرج من البطولات دي كلها ما ينفعش. وده اللي احنا يمكن عدينا بيه، احنا خرجنا في حد في حد ادنى للبطولات صحيح. يبقى فاخد بطولتين. وبعد كده النهارده انت الاهلي دايما عاملين له مقارنه في عدد بطولاته مع الانديه العالميه صحيح. ففي الانديه العالميه بتفرق، فالاهلي لازم يكمل يعني. دي اللي بتظهر الجماهير. وبعد كده الاهلي ده مطلوب منه كده يعني. انت النهارده ما تقدريش تحاسب الجمهور على معتقداته الراسخه جواه. احنا نعمل اللي علينا، الاهلي يعمل اللي عليه، عنده 4-5 بطولات مش هياخدهم كلهم ايوه، بس ما يسيبش بطولتين او ثلاثه. الاهلي خسر هذا الموسم مجموعه من البطولات اسباب خارجه عن ارادته صحيح. لازم هذه الاسباب تزال. تزال ازاي بقى؟ تزال ان الاداره تشوف ايه الاسباب. احنا محتاجين في الاهلي اكاديميه طبيه صحيح، على علم، واعتقد ان الكابتن فيها كل التخصصات، حتى زي ما كنا بنتكلم عن الاخصائي النفسي او المعالج النفسي. يمكن في 2008 2009 كان في اخصائي نفسي مع الفريق اسمه دكتور محمد فكري، والفتره دي برضو كان النادي الاهلي في انطلاقه في مشواره. وبعد كده واضح ان في مشكله مع مدرب الاحمال مع اللعيبه يعني الموسم ده بالذات، على عكس الموسم الماضي كان معاهم حد تونسي يعني. وبعد كده النهارده انت لازم الناس تسمع للعيبه. ما انا هعرف ازاي؟ لازم الناس تسمع اللعيبه، ويبقى في بين الاداره واللعيبه، وده دور سيد عبد الحفيظ صحيح. يفهم منهم يعني هل فعلا اللعيبه مستريحه، هل عندكم يعني، لازم الكلام ده يحصل يعني. بقول لك ان الاهلي يمكن محتاجين نعمل سيرفي كده كل اسبوع للعيبه، اللي مبسوط من ايه، متضايق من ايه، اللي ضايقك الاسبوع ده، ايه اللي حصل في التمارين ما كانش عاجبك، حتى لو يعني لو بطريقه كده يعني، ما حدش بيكتب اسمه، ما حدش بيقول ايه، بس كل واحد بيقول لو عنده شكوى بيتكلم فيها، حتى لو هو مش عايز يقول ان هو اللي بيشتكي يعني. رابع اقتصاد في العالم اكيد، الفلوس اللي بتتضخ في كره القدم بتشكل زي الصناعه والتجاره ومش عارف ايه. رابع حاجه، فمعناه ان في فلوس كتيره فيها. هذه الفلوس لازم تحافظ عليها، تعمل لها كل السبل، كل السبل انها تنجح بالعلم، مش بالبركه. بقول لحضرتك كانوا المسؤولين عن اصابات الملاعب في مصر اللي بيروحوا يعالجوا اللعيبه ما عندوش فكره، كان يعالج اللعيب وهو في الملعب فيأذيه. فبالتالي العلم لازم يبقى، نجيب افضل ناس خبراء. الاهلي كان عمل من سنتين مع المانيا بروتوكول تعاون طبي، ده يتفعل، والاهلي قادر على ده، واحنا بنطلب ده من الاهلي لانه الاهلي عليه دور تاريخي للانديه الاخرى. يعني انا النهارده نادي مثلا سي من الانديه مش هقدر اعمل ده، بس لو الاهلي عنده ده انا هقدر استفيد لعيبتي بيه، فانت هتخدم كل المنظومه. بقول لك انا في قطر اوروبا بتروح تعالج وتهيئ وتاهل لعيبتها في مركزها اللي موجود في قطر، احنا لا نقل ان احنا يبقى عندنا هذا المركز في مصر والاهلي اللي يعمله، لانه كل المدخلات تاكد ان الاهلي يبقى في صدد هذا الموضوع صحيح. طيب نروح لبعيدا بقى عن الاصابات، نروح للانتقالات الشتويه في يناير القادم ان شاء الله. النادي الاهلي خلاص حسم يمكن صفقتين او هم دلوقتي ثلاثه اربعه لو كريم بيقول لي ثلاثة. هم انا شايفاه اربعه، ما في محمود السلمي، في جيرالدو، محمود السلمي ده في صغير محمد لسه محمد محمود أيوة. في محمود وحيد بالظبط. الاهلي بصي يعني انا نفسي يعني مش في الاهلي بس في كل الانديه زي ما بنقول العلم ومش العلم، في خريطه. الخريطه دي محطوط فيها مراكز اللعيبه صحيح، ومعروف اللعيب ده بالظبط يساوي كام من 10. وبعد كده انا النهارده عايز لعيب يبقى 10 من 10. انا طول السنه بدور على ده، انا ما بدورش فجاه يا اما في الانتقالات الشتويه جت ايه وابقى عارف هجيب مين وابقى عارف ان اللعيب دوت هو فعلا اللي انا عايزه. انما للاسف الشديد اللي بيحصل من وكلاء اللعيبه اللي هم يعني جزء كبير من مشكله الكره المصريه افسدوا كتير من الاهلي. ما كانش كده زمان، الاهلي كان بيبقى محدد هدفه قبل الموسم، عارف ان هو عنده نقص في مركز او اثنين او ثلاثه او اربعه، زائد
قطاع الناشئين في الاهلي اللي المفروض عادل عبد الرحمن وعدنا ان هو يطلع لنا لازم يبقى فيه 3-4 لعيبه كل موسم خارجين من هذا القطاع. وانا شايف ان كمان القطاع ده لا بيقدم نتائج كويسه جدا، بس الاهلي بيربي لغيره. الاهلي بيربي لغيره. لو انت ناصر ماهر او احمد حمدي هتلاقي 2 أو 3. الاهلي كان دائما 4-5-6 لعيبه بيطلعوا من هذا القطاع، وانت بتجيبي اللعيبه الاخرى اللي ناقصه عندك. ولكن لو وصلت مره الاكتفاء الذاتي شيء هايل طبعا. بتختلف على فكره حكايه الانتماء بتختلف، ايوه الاحتراف والكلام ده كله، انما اللي بتربي في الاهلي بس فكره ان يكون في اكتفاء يعني. انا بقول لك يبقى عندك، حتى مش هتلاقي ده موجود في اكبر انديه العالم. لا ما كله بيشتري. انا ما بقولش اكتفاء، انا بس يبقى عندك 4-5 لعيبه طالعين من عندك. يعني انا بقولش طلعي كل الفريق. وبرده خلينا نرجع ونقول ان كره القدم طبعا تدريب واصرار وكل حاجه، لكن بيبقى فيها حته موهبه مش سهل يعني، مش في ايدك ان هي تكون موجوده عندك او في نادي تاني. الاهلي اكثر الانديه على اكتشاف المواهب. الاهلي اكثر الانديه على اكتشاف المواهب. لو استعان اول حاجه، مش هنقول بقى الكشافين اللي كانوا موجودين وعبد البقال والناس دي كلها، لا. عنده عيون جيده من اللعيبه بتاعته القدام. يعني النهارده انا ليه ما يبقاش عندي فريق عمل من اللعيب من دولت يعملوا لي عمليه مسح شامل لمصر؟ هو احنا عارفين كل اللعيبه اللي موجودين في مصر؟ عارفينهم؟ فيبقى عندنا بقى جهاز ده دوره الاساسي ان هو يشوف لنا، يروح لو في ماتش النهارده موجود في فين دوريات المظاليه، يروح يبص، يروح يبص يبص وعينه هو اكتر، لان هو بيبقى مالك موهبه الاكتشاف المواهب. النهارده الراجل ده يقول لك انا اللي طلعت مش عارف مين، هو ده بيعتبر ده جزء من السي في بتاعه. بيعتبر جزء دوت من تسويقه، يقول لك طلعت لعيب كذا ولعيب كذا ولعيب كذا ولعيب كذا. لا، انا عايز مجموعه من لعيبه الاهلي القدامه اللي عندهم الرؤيه يقدروا يجيبوا لنا لعيبه، بجانب بقى القطاع الناشئين بنقول عادل عبد الرحمن هيقدر يزود لنا، يشوفوا لنا اللعيبه دي بيبقوا مواهب مهمه جدا. وبعد كده الاهلي قادر على يعني استكمال الموهبه. يعني هو بقى عنده مكونات موهبه، عنده الاسس، وياخد الاهلي بقى يبدا بقى فده مهم جدا يعني. اكيد طبعا. بس انا عايز اقول لحضرتك ان كمان يعني يمكن 4 فرق من 5 فرق الناشئين اللي موجودين في النادي الاهلي، 4 منهم متقدمين ومتصدرين الدوري. انا عايز بقى الثمار. الاهلي بيعمل كده وكل اللعيبه دي بتروح تخرج، وده اللي هيحصل، تخرج للفرق الاخرى. كان عندنا كان لينا حديث مع كابتن عادل عبد الرحمن في فتره اللي فاتت، ايام ما كان لسه باتريس كارتيرون هو المدير الفني للنادي الاهلي، وقال ان هو قعد مع كابتن باتريس كارتيرون وقتها وعمل معاه خطه متوازيه ان هو ازاي يقدر يصدر للفريق الاول لعيبه على نفس القدر من المسؤوليه ومن الاجتهاد وبنفس طريقه اللعب ونفس التفكير، تقدر طبعا تساعد وتساهم في انتصارات النادي الاهلي او في القاب النادي الاهلي في السنين اللي جايه. انت عارف يا شيما، الاهلي تفوق من 10-15 سنه ازاي؟ جاب خبير الماني لقطاع الناشئين. خبير هو الراجل ده، هو عن مدراء فنيين شغالين، هو الراجل ده اللي بيدير التخطيط. خرجوا في الفتره دي كميه من اللعيبه الاهلي، شيء رائع. ليه الاهلي ما رجعش تاني ممكن يبقى حد من اولاده هو اللي يعمل ده؟ صحيح. يبقى بس ممتلك الامكانيات وممتلك الطاقه وممتلك الفكر وممتلك الكلام ده، هيعمل الكلام ده. الاهلي بقول لك يعني، انت عارفه انت الاختبارات اللي بتروح الاهلي كام متقدمين ليها، كام لاعب؟ اكيد اولوفات. اكيد فيهم مواهب. يعني اصلا الارض دي اصلا لا تنضب على فكره، مليانه. بس فين بقى العين اللي تشوف؟ العين اللي تشوف. عشان كده بقول لك ان الاهلي مطلوب مجموعه من اللعيبه النجومنا القدامه اللي هم اكفاء، يبداوا يمسحوا ويعملوا مسح لمصر. صحيح. يعني صحيح. استاذ محمد الشحات ناقد رياضي ونائب رئيس تحرير اخبار الرياضه، نورتنا النهارده في كلام في الميديا في قناه النادي الاهلي. شكرا، وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله الاهلي قادم وبقوه. اعتقد ان الراجل ده جاي هيبقى يعني فتحه خير، وعندنا تاني امجاد ديكوتي ومانويل جوزيه، وان شاء الله يعني يحقق زي ما بتقولي طموحات جماهير الاهلي كتيره ورغبتهم في حصد كل البطولات. شكرا لحضرتك. مشاهدينا شكرا لحسن المتابعه، اشوفكم ان شاء الله يوم الاحد القادم في حلقه جديده من كلام في الميديا. يوم سعيد على حضراتكم.